ومتابعينا يا سمر بصباحنا لليوم هون ولا هون، متابعين ومع ضيفنا الأخير لليوم مع الفنان الكاريكاتوري السوري رائد خليل الحائز على جائزة أفضل كارتون في مسابقة سيكاكو دايجون الدولية التاسعة في كوريا الجنوبية بمشاركة 479 رسام من 45 دولة. وقدم الفنان خليل في لوحته تصور لموضوع المسابقة وهو الحرية، ورح نحكي أكثر عن الجائزة ورح نحكي أكثر عن المشاركة وعن أهمية هي المشاركة أكثر. نرحب فيك أستاذ رائد، أهلا صباح وسهلا الخير. فيك، يسعد صباحك. صباح الخيرات. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. بالبداية الفنان رائد غني عن التعريف، بس مشان كل الأشخاص اللي عم يتابعونا هلأ خلينا نتعرف عن رائد خليل، من هو من بدايتك لليوم؟ بداية أنا محفظ الألقاب، تمام، طبعا هذا عنوان أحد الكتب اللي ألفتها. طبعا بداية من الطفولة، كأي طفل بيكون عنده هوس العمل، هوس الرسم، هوس الألوان، تعرف أنت مع تقادم العمر تبدأ مدارك الطفل بالتوسع، يعني الانطلاق إلى الحياة بشكل أوسع بأدوات مختلفة برؤية مختلفة وصولا إلى حد معين في هذه الحياة، لكننا سأقول باختصار شديد ما زلنا على الشاطئ. تمام. الدخول إلى عمق الحياة والعمق، هذا الفن يحتاج إلى الكثير الكثير من السنوات، لذلك الحياة خلقت أو وجدت لنعيشها لا لنفهمها. نعم، يعني أستاذ خلينا نرجع إلى الجائزة وإلى سيكاكو دايجون. دايجون هي مدينة بكوريا صح؟ هلا كنت عم تقول لي اياها تحت الهواء. خلينا نحكي عن هي المشاركة، يعني كان في 479 رسام من 45 دولة. تماما. وحضرتك كنت عم تبارز كل هدول العالم، خلينا نحكي يمكن كيف كان شعورك، كيف كان هن نظرتهم لفنك؟ هلا بدنا نحكي على مسألة الدخول في المسابقات الدولية. هلا في مسألة مهمة جدا، مفهوم العالمية، عندما سئل الراحل مصطفى العقاد السينمائي الراحل عن مفهوم العالمية قال لهم أينما بحثت في أرشيف السينما العالمية فاسم مصطفى العقاد موجود. هلا نحن بنضرب عصفورين بحجر، أول مسألة ذاتية سي في للشخص، واثنين اسم البلد يكون موجود. تمام. هلا هذا كثير مهم، انه اسم بلدك عم تمثلي بلد انت بالكامل، كثير تشعري بالعز والفخار لما علم بلدك بيكون مرتفع. أكيد. علم بلدك بيرتفع، حقيقة شعور لا يوصف لما بتفوزي في دولة أخرى وبتشوفي هذا العلم موجود. طبعا بالنسبة للمسابقة وموضوع الحرية، لأنه موضوع كثير بيعنينا، نحن نعيش في فوضى المصطلحات وفي ضجيج المفاهيم الموجودة وتحديدا مفهوم الحرية. نحن شفنا شو صار فينا بسبب مفاهيم الحرية المعلبة المقولبة الجاهزة التي استوردها البعض ولعب على هذا المصطلح. الغرب دائما ينتج هذه المفاهيم وهذه المصطلحات، ونحن يعني تقع المشكلة في رؤوسنا جميعا. بالنسبة لهذه المصطلحات نحن أمام حرب حقيقية، لذلك أنا لعبت على مسألة الحرية وكان هو موضوع المسابقة عن استغلال هذا المفهوم. يعني أحد الأشخاص يقوم بحلب القيد. تمام. كثير من الأشخاص قاموا باستغلال مفهوم الحرية الذي دمر الكثير من البلدان، ونحن في مواجهة حقيقية، لأن مهمة الإعلام أحيانا تسليط الضوء على هذه القضايا وهذه المفاهيم لجلاء الصورة الحقيقية. أكيد. خلينا نحكي عن رسالتك بالفن بشكل عام، وخلينا كمان نحكي عن أهمية المسابقات برأيك وأهمية إقامة المعارض وبالأخص بهالوقت. هلا بدي أحكي بمسألة مهمة جدا، هي مسألة الفن. الفن لا يعيد إنتاج الواقع. تمام. الفن دائما يزيح الغشاوة عن الواقع الموجود، يتلقف الفنان هذه المشاهد يترجمها على أرض الواقع، يعني من خلال فك قيود اللحظة الآنية الموجودة. هنا أهمية الفن جلاء الصورة الحقيقية. بالنسبة للمشاركات الدولية كما قلت لك، العامل الأساسي هو اسم البلد أن يكون موجودا في كل المحافل الدولية، إضافة إلى سيرة الفنان الشخصية وهي مسألة مهمة جدا في الانطلاق نحو العالمية. طبعا ليست هي الجائزة الأولى، وإنما ترتيبها الآن 160 جائزة دولية. تمام. الترتيب، الموضوع أنه مفهوم الجائزة العالمية هي كلمة شكر وكلمة تقدير لهذا المنجز الإبداعي. أكيد. أي إنسان في هذه الحياة هناك رسالة يجب أن يقدمها، رسالة أخلاقية وإنسانية، ومهمة الفن تستند إلى هذين الأمرين.
نعم استاذ رائد، خلينا نحكي، يعني كلنا مرقنا بظروف صعبه وما زلنا نمرق بظروف صعبه، ان كان كورونا ولا ظروفنا الاقتصاديه الصعبه ولا الحرب يلي مرقت على سوريا. دائما الفنان هو مشاعره بتكون مضاعفه، اضعاف مضاعفه عن الانسان او اي مهنه ثانيه. خلينا نحكي يمكن قد ايه اثر هذا الشيء، يعني حسيت هذا الموضوع بعيوني موجود، المشاعر المضاعفه. تماما، يعني دائما الزعل بيكون مضاعف، الفرح مضاعف، الحزن مضاعف، التعبير حتى أكيد بيكون مضاعف حسب الفن اللي هو بيحترف فيه. خلينا نحكي القصص اللي صارت معنا او اللي عم تصير معنا، قد ايه بتاثر من عطاء الفنان بحد ذاته؟ هلا شوفي، دائما الفنان له عين ثالثه. هلا كل شيء عم يشوفنا عم يحط انه عم يدور على العين الثالثه. طيب تماما، الفنان دائما عنده العين الثالثه، يلتقط كل ما هو في اطار بعيد عن العادي، يعني كل شيء عادي الناس البسطاء بيشوفوه، نحن نرى الامور باشكال غير عاديه على الاطلاق، لكن لا ننسى ان ناخذ البعد المستقبلي لاي حدث كان موجود. هذه هي المساله المهمه، حساسيه الفنان تجاه الامور من خلال الدخول احيانا في عمق الحاله الانسانيه، لان هذه الحاله تنبثق من الحاله العامه للناس. فنان الكاريكاتور دائما يعبر عن كل هذه القضايا بشجاعه لا توصف. لماذا؟ لان هي موقف في هذا الحياه. الناس البسطاء، الناس المساكين في كل دول العالم، ماذا يهمهم؟ يهمهم ان يعبر عن همومهم، عن الامهم، عن امالهم الموجوده في هذه الحياه، عن الواقع المعيشي، لكن دائما اتحدث في مساله مهمه جدا هي المهمه السياسيه في هذا الفن. عندما يكون هناك خلل عالمي، خلل سياسي في بلد ما، نلاحظ هناك الارتكاسات الخطيرة جدا على الواقع الاقتصادي والرياضي والثقافي والاجتماعي، لذلك الحساسية تكون هنا مضاعفة ومفرطة تماما، وهذه مهمة الفنان الحقيقية في المسألة الأخلاقية بالتعامل مع هذه اللحظة. أكيد، بس مثل ما حكيت لزميلتي ليا، شفتي بعيوني، خلينا كلياتنا نسمع شو في بعيونك، خليك تعبر أكثر، شو في بقلبك وشو في بعيونك، وكيف كمان يتم اختيار المواضيع عندك، لوحاتك على أي أساس أنت بتختارهم؟ هلا اختيار الموضوع، أنت دائما فنان الكاريكاتور يعني عنده متابعة ساعية وليست يومية، متابعة ساعية لكل الحوادث ولكل دقائق الأمور الموجودة في هذه الحياة، يعني نحن نعيش الحالة، نعيش الفن بشكل كامل. تمام. يعني بول كيلي الفنان السويسري وهو من أصول ألمانية، عندما ذهب إلى القيروان في تونس قال لهم أنا لا أدخل إلى المدينة بعد الغروب. بول كيلي ذهب إلى القيروان وقال هذه الجملة، أدخل إلى المدينة في الصباح، وصرخ بأعلى صوته أنا واللون واحد، أنا فنان. الطبيعة تؤثر أحيانا، المناخات الإيجابية تؤثر بعمل الفنان، تؤثر التأثير الإيجابي، أما المناخات السلبية بدك تعيشي بحالة من المقاومة لإبعاد شبح السواد الموجود عن هذا العالم بشكل عام. مهمة الفنان دائما رسم هذا العالم بألوان قوس قزح. بالختام استاذ رائد، خلينا نحكي اكثر او مطالب رسام الكاريكاتور من الدعم، اظهار هذا الفن بشكل اوسع، لانه هذا الفن هو عم يحصل او عم يحصد جوائز عالميه مهمه، عم يشارك باهم المهرجانات ايضا. طبعا فقط للتذكير، انا ادير مهرجان سوريا الدولي للكاريكاتور من عام 2005 حتى هذه اللحظه. طبعا راح ننطلق بالمهرجان رقم 17 ويكون تحيه الى نزار قباني. انا في كل عام اوجه تحيه الى محمد الماغوط، الى نضال سيجري، في كل عام اوجه تحيه الى ارواح هؤلاء الذين رحلوا. في بدايه العام القادم سيكون في دار الاوبرا تحتضن هذا المهرجان وتقوم بدعمه سنويا، لذلك الدعم موجود لهذا الفن. ايضا ادير موقع الكرتون السوري الدولي وهو من اهم المواقع العالميه، واختير لمدة 3 سنوات الموقع الأفضل عالميا، لكن هذا بحاجة إلى دعم وبحاجة إلى رعاية حقيقية. نعم. أكيد. كلمة بالختام لكل حدا عم يتابعنا اليوم. أول شيء بقول لكم صباح الخير لكم، لكل المشاهدين الإخبارية المحطة المتابعة جدا، ولوجوهكم الطيبة والجميلة. شكرا كثير، نحن بنقول لك يسعد صباحك، مبروك الجائزة، وإن شاء الله بنشوف جوائز إلى أعداد كثيرة إن شاء الله. وعالمية. شكرا.